ودلوقتي هنعمل مع بعض الكيكه كانت مطلوبه مننا كيكه البسطرمه. دي عباره عن ايه؟ كوبايتين من الدقيق، كوبايتين من الدقيق، نص كوبايه من الزيت، كوبايه من اللبن، ثلاث بيضات، معلقه كبيره بيكنج باودر، ونص معلقه صغيره كربونات الصودا او كربوناتو، كربوناتو اللي بنستعمله في الاساس كل حاجه عندنا. كربوناتو، نص معلقه صغيره كربوناتو اللي هو بيكربونات الصوديوم. شويه زعتر، شويه نعناع ناشف، شويه حبه البركه، زيتون، جبنه رومي وبسطرمه. طبعا انا هقول لك الاساسيات وممكن تضيفي ايه وتشيلي ايه زي ما انت عايزه. الاساس بتاعنا كوبايتين الدقيق، نص كوبايه الزيت، كوبايه اللبن، تلات بيضات، معلقه كبيره بيكنج باودر، نص معلقه صغيره كربوناتو او بيكربونات الصوديوم. ده الاساس. خلاص نيجي بعد كده، انا بقى هجيب حبه البركه وزعتر ونعناع، شوفي تحبي ايه وتشيلي ايه وتضيفي ايه، حبه تحطي كمون وتشيلي حبه البركه، حبه تشيلي الزعتر مش عايزاه ماشي، عايزه تشيلي نعناع ماشي، يعني زي ما انت عايزه. هنا بقى زيتون برضو ده اختياري، مش عايز تحطي مش مشكله، انما الاساس عندي ده. بعد كده اضيف اي حاجه تانية بقى، البسطرمه طبعا عشان هي اسمها بسطرمه فانا هعمل بالبسطرمه، والجبنه الرومي للوش عشان انا كملت كده الايه الوجبه، انما الاضافات التانية دي اختياريه، حبه البركه والزعتر والنعناع والزيتون، طبعا حابه تضيفيهم هيبقى خير وبركه ويعملي حاجه كويسه جدا، انما افرضي ما عندكش في البيت مش هنوقف الاكل عشانها، لا هعملها وبعدين المره الجايه ابقى اعمل حسابي واجيب ايه للافضل يعني ان شاء الله. فهاجي هنا هجيب نص كوبايه الزيت، بسم الله الرحمن الرحيم، كوبايه اللبن، ثلاث بيضات، بسم الله الرحمن الرحيم، تمام، معلقه كبيره بيكنج باودر، نص معلقه صغيره كربوناتو او بيكربونات الصوديوم، وشويه فلفل اسود، شويه ملح عشان الزفاره بتاعه الايه البيض، لازم احط له يا فلفل اسود يا احط له فانيليا، كوبايتين دقيق، تمام كده كوبايتين الدقيق، هقطع البسطرمه شرايح رفيعه، اشيل منها التوم، انضفها من التوم اللي فيها لو هي جايه بالتوم بتاعها متنضفه خلاص، وافرفطها كده، حط شويه حبه البركه، ممكن مثلا زي ما انت تفضليها بقى، معلقه كبيره معلقه صغيره، بس ما تكتريش عشان ما يمررش، رشه كده، ورشه زعتر، ورشه نعناع ناشف، والزيتون برضو انا عايزه اكسره شويه، ممكن الزيتون ده نص كوبايه اكتر او اقل، برضو الحاجات دي ما تكترش عشان ما تملحش، كسرها بس كده، مش هفتفتها بس بكسرها تكسيره بسيطه، تمام، بس اقلب ده كله مع بعضه بقى وهنزله في صينيه. انا بس بزود شويه ميه او لبن عشان اخلي القوام مناسب وطري. هي خلي بالكم ان اي حاجه بتحطوها بترمي جوه العجين كتير، يعني ما تكتروش الحاجه وانت بتحطوها، بس ما شاء الله بسطرمه هتلاقي شكلها ايه اي لمحه هتنفش وهتروح شويه، انما بشكل الكميه كويسه، انا مش حاطه كميه كبيره بس واضحه جوه العجين. صينيه مدهونه بقى بالزيت، بسم الله الرحمن الرحيم، واروح اهو بصوا كده اهزها بس بالراحه واسويها عشان هي برضو اسمك من الكيكه العاديه. بصوا بقى هبدا احط جبنه رومي على وشها عشان انا بكمل السندوتش بقى ما ياخدش كتير، بس
كده حلو قوي، وادخلها الفرن على 180 درجه. عرف الوسطاني مقاديري كيكه عاديه جدا جدا يعني، ما فيهاش اي حاجه. تمام،